معاكم ضحى الحداد واهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو. كورونا 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 مرض الكورونا، احذروا من مرض الكورونا. اذا كنتوا عايشين باي مكان في الكره الارضيه اكيد سمعتوا عن مرض الكورونا، ومرض الكورونا قاعد ياثر في حياتكم. احنا حاليا بالكويت قاعدين في حجر صحي، ما يصير احد يطلع من بيته، كل شيء مسكر بس الجمعيات اللي هي فاتحه. فاذا كنتوا مثلنا قولوا لنا شنو الاوضاع عندكم في الكومنتات تحت. النصيحه اللي اقدر اقدمها لكم اعزائي المتابعين، عائلتي عائله مين بابونا، بليز يا جماعه ديروا بالكم على نفسكم، انا احبكم وابيكم تكونوا موجودين، الله يحفظنا وياكم. لا تطلعون الا للضروريات، ديروا بالكم على نفسكم، خلوكم في البيت كثر الامكان، وقوا نفسكم، ويعني اتبعوا الارشادات اللي قاعدين يحطونها وزاره الصحه وكل هذا، والله يحفظنا وياكم. ففي ظل هذه الظروف انا قلت شلون اقدر اساهم ان انا اخليكم تقعدون في البيت وتتسلون بنفس الوقت. فمن هني جات فكره ماراثون القراءه للحجر الصحي. اللي ما يدري شنو يعني ماراثون قراءه، شكلكم انتم ما تقرون او ما تتابعون ماراثونات الركض اللي هي موجوده كل مكان. ماراثونات الركض ان الواحد يركض باسرع سرعه باقل وقت ممكن. فعلى نفس المنوال ان احنا ماراثون القراءة نقرا اكبر عدد من الكتب باقل وقت ممكن. طبعا بالنهاية الهدف من هذا الماراثون هو المتعة والاستفادة اكثر من انكم انتم تقرون الكتاب بس عشان تحشون مخكم معلومات من غير لا تستفيدون منها. فعادي مو لازم تخلصون 7 كتب بسبعة ايام، عادي حتى لو كتابين بسبعة ايام هذا شيء ممتاز حيل. بالنهاية احنا نبي نتواصل مع بعض ونشارك مع بعض قراءاتنا عشان نصير مجتمع واحد في ظل هذه الظروف. وعشان اشجعكم وما تفقدون حماسكم خلال فترة الماراثون بإذن الله أنا راح أحاول أني أنزل كل يوم فيديو يكون قصير وخفيف فيه تحديات ومواضيع متنوعة تتعلق بالقراءة، سواء نصايح مني أو فلوقات أو تحديات وكل هالسوالف الحلوة، عشان أنتم تشجعون أنكم تقرون ومنها نتواصل مع بعض ونعرف إيش قاعدين نقرأ مع بعض. ولأن الهدف الأساسي لهذا الماراثون هو الفائدة والمتعة، فأنا ما راح أحط لكم أي شروط شنو الكتب اللي لازم تقرونها. أنتم حددوا شنو الكتب وعدد الكتب اللي تبون تقرونها وشاركوا كنا اياها بالكومنتات تحت. ففي هذا الفيديو انا راح احط لكم لستة الكتب اللي انا انوي اقراها، والله يقدرني اني اقراها، يعني ما يندرى انا حاطه 7 كتب اني اخلصها بسبعة ايام. هل راح اقدر؟ هل ما راح اقدر؟ ما يندرى، هذا فيلم اكشن، ستي تيوند عشان تعرفون النتيجة. In the meanwhile خليني اقول لكم لستة الكتب اللي انا انوي قراءتها. الكتاب الاول في هذه اللستة اللي هو Girl at Heart تأليف كيلي اورام. أمانة أنا ما أدري عن شنو يتكلم الكتاب إلا أن البطلة هي لاعبة بيسبول، وهذا الشيء واضح من الغلاف. السبب اللي خلاني أبي أقرأ هذا الكتاب لأن الكاتبة أنا قريت لها كتاب من قبل اللي هو سندر أند إلا، راح أحط لكم تقييمي للكتاب في صندوق الوصف تحت لأني أنا مقيمتها في قناتي. وايد عجبني كتاب سندر أند إلا، فيوم شفت أن عندها كتاب جديد قلت اوكي واي نوت، يعني انا احب اسلوب كتابتها وقصصها دائما حلوه، وانا ما ادري ليش دائما احب اذا كانت البطله رياضيه، ما ادري ليش انا احب هالنوعيه من القصص، يمكن لان انا حلم حياتي اني اكون رياضيه وهذا حلم يعني شويه بعيد يعني مثل ما تقولون، بس ماكو شيء مستحيل، بس يعني انا اطمح اني اكون رياضيه بس ان شاء الله الله كريم. فهذا الكتاب هو اول كتاب في لستتي. واو اخيرا رجعنا واخيرا شحنت البطاريه. المهم خليني الحين على الكتابين الثاني والثالث اللي هما تكمله لسلسله انا قريتها. اذا انتم شفتوا فيديوي اللي هو تختيمتي لسنه 2019 انا ذكرت احد كتبي المفضله كان كتاب اسمه ذا رونج باتشلر، فهذا الكتاب انا وايد حبيته ووايد يعني نصحكم فيه مع اني انا للحين ما قيمته في قناتي، ولكن انا وايد حبيته. فالجزئين الجايين اللي هما ذا رونج كوستر وذا رونج بروم ديت هما الجزء الثاني والثالث من هاي السلسلة، وجدا جدا انا متحمسة اكمل السلسلة، خاصة ان ريم اختي قريتهم وقاعد تقول وايد حلوين، فيس ان شاء الله يعجبوني. اوكي اول 3 كتب انا اخترتهم كانوا كونتمبرري، يعني كتب قصار وكيوت وفلافي عشان يسرعون عملية قراءتي وبسرعة اخلصهم وكل هذا. الحين خليني على الجد اللي هما كتب الفانتسي الكتب الهاردكور مع الكتابين الرابع والخامس اللي هما هم جزء من سلسلة انا قريتها من قبل. الكتاب الرابع هو ريفليكشن والكتاب الخامس اللي هو بارت اوف يور وورلد. السلسلة اللي انا ناوي اكملها بها
هالأجزاء اللي هي سلسلة تويستد تيلز اللي هي سلسلة من إنتاج شركة ديزني. بيسكلي فكرة السلسلة إنه هو يأخذون أفلام أنيميشن مشهورة ويجيبون كاتبات معينين إنه يقولون لهم أوكي سووا ريتيلينج عن هذا الفيلم، فالكاتبة تمشي معانا مثل الفيلم، فجأة في نقطة معينة تغير مجرى القصة فنوصل لنهاية ثانية تخلي البطلة أو البطل أقوى بطريقة ما. السلسلة حاليا هي تقريبا 9 أجزاء، أنا قريت أول 3 أجزاء منها. الجزء الأول اللي هو A Whole New World اللي أنا وايد بقيمته في قناتي، راح أحط لكم لينك تقييمي في صندوق الوصف تحت. الجزء الثاني كان عن Sleeping Beauty، والجزء الثالث كان عن Beauty and the Beast. أمانة ما عجبوني وايد، أتوقع أن مال Beauty and the Beast أنا مقيمتها في قناتي، إذا أنا مقيمتها راح أحط لكم إياها في صندوق الوصف تحت. فمثل ما هو واضح من أغلفة الكتب، الجزء الرابع اللي هو Reflection هو ريتلك عن مولان اللي كان المفروض ينزل تاريخ 27 مارس، بس في ظل الظروف الحالية ما يندرى متى ينزل. والجزء الخامس اللي هو Part of Your World اللي هو ريتلك عن The Little Mermaid أو الحورية الصغيرة. By the way أنا قريت الجزء السادس من السلسلة اللي هو Straight On Till Morning اللي هو كان ريتيلينج بيتر بان، and oh my god كان شيء مو طبيعي. definitely انا راح اسوي فيديو كامل عن هذه السلسلة once اني اكملها، بس مثل ما انتم شايفين السلسلة تقريبا 9 اجزاء، ف يعني يبين وقت على ما اقراها. فيس هذيلا كانوا الكتب الرابع والخامس اللي انا ناوي اقراهم. اوكي وني الحين على الكتابين السادس والسابع اللي هما اخر كتابين في الليستة، هما مو تكملة للسلسلة ولكنهم لنفس الكاتبة، والكاتبة هي أليكسا دون. هي عندها كتابين حاليا وانا يعني صراحة افكارها وايد شدتني فقلت ابي اقرا كتبها. الكتاب الاول اللي هو The Stars We Steal اللي هو ريتيلينج عن قصة Persuasion لجين أوستن، اللي انا قريت الكتاب وايد حبيته فقلت ابي اقرا ريتيلينج عليه. والكتاب الثاني اللي هو Brightly Burning اللي هو ريتيلينج عن جين اير اللي انا للحين ما قريته امانة، اللي هو ما شارلوت برونتي، بس قلت ابي اقرا ريتيلينج لاني انا وايد احب القصة وشايفة الافلام كلها وكذي، بس للحين مو قاري الكتاب، ان شاء الله اقرا يعني دعواتكم يا جماعة. بس المهم ان انا بقرا الريتيلينج مالها قبل لا اقرا الكتاب الاصلي. والله اكون صريحة معاكم انا وايد متخوفة من كمية الكتب اللي انا حطيتها حق نفسي، والكتب مو قصيرة، بس قلت يلا اسويها تحدي لنفسي حتى لو انا خلصت نصهم خلال 7 ايام، هم هذا شيء حلو لان انا اوريدي متأخرة في تحدي الجودريز وهاي اول مرة تصير لي في تاريخ الجودريز، ما ادري ايش اللي صار معاي. بس عموما هذه لستة الكتب اللي انا ناوي اقراها. اذا حبيتوا فكرة الماراثون ودكم تشاركون فيه حياكم والله، اكيد كل ما زاد عددنا يكون الشيء افضل. شاركونا لسته قراءاتكم في الكومنتات تحت. مده الماراثون راح تكون 7 ايام ان شاء الله، وراح يبدا الماراثون وقت نشر هذا الفيديو اللي الحين انتم قاعدين تطالعونه. فاذا انتم الحين قاعدين تطالعون هذا الفيديو ديفينتلي تقدرون تبدون القراءه ويبدا الماراثون. اذا عندكم اي اقتراحات لفيديوهات ممكن اسويها خلال فتره الماراثون قولوا لي اياها في الكومنتات تحت او في اي سوشيال ميديا، انا احطها في صندوق الوصف تحت. أمانة أنا عندي خطة إن شاء الله راح أمشي عليها، ولكن إذا في فيديو معين قاعد أشوف عليه طلب ماكو مشكلة إني أنا أعدل الخطة، إني أنا أحط الفيديو اللي أنتم تبونه. بالنهاية أنا قاعد أقدم هالشيء لكم عشان أنتم تتحمسون وتتشجعون إنكم تقرون، فلا تستحون عادي تواصلوا معي بليز يا جماعة، تواصلوا معي ترى عادي والله. وبس وبكذي خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله عجبتكم الفكرة وإن شاء الله نشوف مشاركاتكم في الكومنتات تحت. وفي ظل هذه الظروف مهم إن الواحد يكون متماسك ويؤمن تماما ان هذه مجرد فترة وتعدي، فاحسن شيء الواحد يسويه انه يستغل هذه الفترة انه هو يطور من نفسه ويطور من مهاراته ويعرف نفسه بشكل افضل لين تنتهي هذه المحنة ان شاء الله. مشكورين على المتابعة، واذا حابين تدعمون محتوى القناة لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، ولا تنسون تسوون لي فولو بالسوشيال ميديا اللي انا دائما احطها في صندوق الوصف تحت. فيا هذا كان وقتي، كانت معاكم ضحى الحداد ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.